رجعنا من جديد في سامر فايبز على راديو ميد نص نهار 12 دقيقة بتبيع أحلى مع أغذية توت سويت مع الضيوف الحاضرين معنا. بتبيع أحلى مع أغذية. اليوم فرحانة برشا باستقبال أقوى لي ماناجر في أغذية اللي طلعوا في الأول جراد ولا خلينا نقولوا آخر جراد في كيفاش نفسرها لكم، في الناس اللي قاعدة تخدم بالقدا، في الناس اللي اجتهدت، في الناس اللي تحديت برشا ظروف. إذا الكل باش نحكيوا عليه في لا دوزيام بارتي، أما لا بروميير بارتي باش تكون فيها لا ديريكتريس كوميرسيال دو لا مارك أغذية مدام ليم خضراوي. صباح النور، مرحبا بيك. مرحبا بك ريم. اليوم في تقريبا اخر ايام الصيفيه كما انا قلت من الاول باش نحكيو، بعد ما حكينا على دي برودوي نتاع أغذية اي لو برودوي د لاني، تبارك الله كانت صيفيه ناشطين فيها بلك دي بلك دي، الاحتفال بعيد المراه، الاحتفال بالمقر الجديد بشرقيه واحد، كيف كيف زاد الاحتفال بالاي لو برودوي د لاني اللي كان وسط حضور متميز من دي انستغراموز ودي انفلونسور وكيف كيف صحفيين من جهات مختلفه. اليوم قلنا هالماركه هذيه باش الواحد يكون موجود فيها باش ينجح باش يثبت وجوده باش يوصل كيما الزوايز اللي قاعدين على يميني كيفاش باش تكون هالخدمة هذية. خدمة ما هيش سهلة أما ما هيش صعيبة برشا زادة للناس اللي تحب تخدم. بالضبط. طيب يعني يعطيك الصحة على الاستضافة قبل كل شيء. باش نبدأ باش نحكي وشنا هي أغذية قبل كل شيء للي يعرف أرفيا واللي ما يعرفش أرفيا سيتي أوبورتونيتي باش يعرف اليوم. دونك ان بتيت ابيرسيو، أرفيا هي أول شركة تونسية وعربية في مجال البيع المباشر. بدينا الحلمة، خاطر أنا نسميها حلمة، الحلمة ماك تعرف ما توفيش وديما تكبر. دونك بدينا الحلمة مع سي صادق العريبي اللي هو الفونداتور، سي ان جون تونيزيان. بدا الحلمة في أواخر 2013. بديت بفكرة معناتها بيان سور ماهيش باراشوتي، بيان ايتيدي كل. بديت بان كاتالوج فيه 12 برودوي. اختار اون روسيت ميراكولوز، دونك اختار دو انغريديون. Bien sûr, ça m'a toute une équipe aura deux ingrédients principaux, les hoa, l'huile d'argan et l'aloe vera. Mais هنا جاء اسم أغذية. وبديت الحلمة وتوا عمرنا 7 سنين. في 7 سنين ما شاء الله on est توا leader sur le marché. Donc ماهوش بالصدفة، على خاطر ما ثماش حاجة ما ثماش نجاح يجي بالصدفة. ثم بلانيفيكاسيون، ثم خدمة، ثم إصرار، ثم تحدي. معناتها باش يقول لك معناتها لا بالزهر أرفيا، لا ثم خدمة كبيرة 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 تخدم. ثم معناتها ستاف قوي، ثم أن ليدر اللي هو سي صادق العريبي اللي الناس الكل نتابعوا فيه، هذاك المصدر نتاع الالهام نتاعنا، خلينا نحبوا أرفيا، خلينا نمنوا بأرفيا ونمنوا برواحنا. دونك كان انا لما حالة كان شنو قد نحكي راهم ما يوفيش الكلام على أرفيا، خاطر بالحق معناتها انا نقول لهم سر النجاح في أرفيا انه من غير ما تشعر تولي تحبها، تولي تجري في دمك. باهي. كان مثلا باش نقول لك نسالك يا زينب، انت نسالك نقول لك علاش انا بالذات؟ اي خاطر احمد ولا سميه شكون تحب نساله؟ بعدها نساله عندنا دو سكسس ستوري معنا اليوم توي معايا. دونك كل واحد فينا عنده مفهوم. اسالني يا ريم، اسال شيء. شنو مفهوم النجاح عندك يا زينب؟ مفهوم النجاح اشوف هو راهو انا يظهر لي حسب حسب التجربه وحسب الناس اللي دايرين بيا والناس شنو تحكي والكل، النجاح راهو ديبان من عبد العبد، كل واحد كيفاش يشوفه بمنظوره هو. فما واحد يوصل للمرحله يقول لك سي بون انا هنا نجحت، فما واحد يقول لك لا انا ما هنا مازلت مانيش مقتنع، مازلت ما نحسب روحي مانيش ناجح، مازلت قدامي خطوات اخرين. دونك المفهوم هذايا نسبي ماهوش حاجه فيكس. بالضبط. علاش انا بديت بالسؤال هذا؟ الاجابه شفتوا محلية. اي برافو، برافو والله، برافو والله. سي اون كيستيون تري امبورطون انا نراها، على خاطر ثم برشا عباد تحب اوكي تنضم كو سوسوا الارفيا ولا دوتر سوسيتي، لكن ماهمش عارفين علاش وكيفاش وشنو يحبوا يوصلوا. دونك انا نقول لهم سر من اسرار النجاح انك اول حاجه تو بلانيفي، لا بلانيفيكاسيون، تعرف روحك، تو فيكس تي زوبجيكتيف، تعرف اش معناتها انا نحب ننجح. انا مثلا باش نعطيك اكزامبل، مثلا انا تو حاطه ان اوبجيكتيف نحب نضعف، ما يلزمنيش نقول نحب نضعف، لا قداش يلزمني ننقص من كيلو
في قداش من وقت. دونك سي تري امبورطون دو معناتها فيكسي دي اوبجيكتيف سمارت باش العبد يعرف روحه بالضبط وين يوصل. لانترودكسيون هذيا باش كل انسان قاعد يتفرج فينا ولا يسمع فينا توا وقت اللي خمم ان شاء الله باش ينضم للارفيا وتنقولوا له كيفاش بيان سور باش ينضم وباش يكون معنا. هذه هي الكيستيون اللي ديما تجيني خاطر في كل جمعه دونك عندنا لا روبريك بتبيعها احلى مع ارفيا دونك الكيستيون هذه ديما تجيني انا كانيماتريس اليوم كل ديما تجيني كيفاش ندخل ارفيا كيفاش نشري كيفاش هو فما ناس جوست يحبوا يشريوا فقط فما عباد تعجبهم هالتجربه يقول بربي خليني نجرب معناها كل واحد شنو ولا علاش يسال السؤال هذا بالضبط دونك تري بيان سي تري بون كيسيون دونك احنا في ارفيا باش تلقى اون بوبولاسيون تري هيتيروجين معناتها باش تلقى شرائح الكل معناتها كيما تنجم تلقى لا فام او فويي كيما تلقى معناتها المراه الافوكات الميدسان كيما تلقى الراجل رائد في اعمال تلقاه ينجم يكون تلقى الشرائح الكل دونك كل واحد والبزوان تاعو بيان سور ماكش احنا معناتها احنا اون سوسيتي دو نتورك ماركتينغ معناتها نتاع تسويق شبكه كل واحد كيفاش ينجم يسميها فهمت مش اكزاكتومون مش الناس الكل باش تخمم في الانظمه وقت اللي تخمم في الانظمه معناتها الارفيا باش يكون الهدف نتاعها انه باش تكون معناتها نتورك بروفيسيونيل باش نجم يكون جوست اون سامبل كونسوماسيون والا معناتها يحب يبيع ولا حاجه لكن احنا لوبجيكتيف نتاعنا في السوسيتي انه كومون ترانسفورمي تو لي اديرون كيفاش تعلمهم يكونوا بروفيسيونيل اون ماركتينغ معناتها ريلاسيونيل فوالا دونك ثم برشا مراحل فهمت نقول لهم مرحله بسيطه هكا معناتها يلزم قبل كل شيء كل انسان فينا معناتها يخدم في معناتها في داره في اي حاجه في معناتها في حياته العاديه يلزم يعرف مفاتيحه هو تعرف لي بوان فور وما نحبش نقول لي بوان فيبل لي بوان اللي يلزمك تخدم عليهم وتطورهم وشنو هما لي كومبيتونس نيسيسير باش تنجم تكون انت انسان عادي تنجم تكون دخلت ان طونك اماتور تتفرج تحب تعرف شنو هي هذيا بالزهر طرحوا عليك الحكايه من بعد فقط انه لا سي اون اوبورتونيتي اونور اللي يلزمني نستغلها هنا احنا الاحتضان نتاع السوسيتي كيفاش يتم وكيفاش معناتها نخليو انسان يتعدى من مرحله الاماتور لمرحله البروفيسيونيل هي فما حاجه اخرى وانا معناتها نعرفها في ارفيا اللي هو ارفيا ماهوش بيع وشراء فقط هي سي توت ان ستيل دو في ولا البرشا ناس معناها اليوم نتعلموا كيفاش نعيشوا اون جروب كيفاش نعيشوا في وسط الناس بالضبط. كيفاش نعملوا قعدتنا في وسط الناس كيفاش نحكي وفي وسط الناس كيفاش نحيو الحشمه في وسط الناس معناها هذا الكل نتعلمه فما حاجات تولي نستانسوا بها ونتعلموها بالضبط. فما لانه كل واحد عنده الكاريزما نتاعو والكاريزما انواع هنا نتعلموا انك تكون مثلا عندك كاريزما نتاع قيادي ولا عندك كاريزما نتاع زعيم ولا ما نعرفش انا معناها ولا كاريزما نتاع اون ستار كيما دالي مثلا هكا نحسوها عنده الكاريزما نتاع يحب يولي اون ستار علاش لا دالي علاش لا بيان نكمل جوست النقطة معاك انت مدام ريم وبعد باش نتعدى لمدام سونيا ودليل موجودين بحضنا باش نسمعوا حكايتهم بالضبط كيفاش لانهم زوز يمثلوا فئات كبيرة برشا في تونس تفضل ليم بالضبط دونك كيما قلت لك هنا توا معناتها جوست باش نعاودوا نوريونتيو شويه راهو برشا توا يتسائلوا يقولوا اي محليه الكلام نقول لي كيفاش جوستومون فوالا دونك لانسكريبسيون في ارفيا سهله من اسهل الحاجات ديجا معناتها عمليه الاحتضان في ارفيا ما شاء الله معناتها عندنا بليزيور كونسيي وشو محليها كلمه كونسيي في ارفيا باسكو كونسيي احنا معناتها بالحق معناتها مانيش جوست عبيد تقول لك ايجا ادخل معايا لا احنا ننصحوا العباد نقدموا لهم اون اوبورتونيتي على خاطر بالحق معناتها كيما قلت لك رانا مش نلقاو الفئات الكل اللي جوست يحب يعرف اللي كيكا يحب يبيع اللي يحب يجرب اللي كذا مي احنا ننصحوه ونوريوه كيفاش ينجم يوصل على خاطر شوف شو نذكر في ارفيا راهو لوبورتونيتي كيما قلت لك النجاح فيها كل واحد كيفاش يراه فما اللي دخل ونضم الارفيا على خاطر ما تلقاها مثلا مراه جوست ما عندها حتى امبيسيون ما عندها حتى شيء في حياتها فهمت اون فام قاعده في الدار تحب جوست تدبر
مصروفها اي علاش لا وعندنا برشا برشا من اللي جوست بدات هكاك ومن بعد سي ترانسفورمي اللي قلته انت يا زينب اللي المراه اللي كانت حشامه اللي المراه ما تلقاش روحها وقت اللي تقف باش تقول كلمتين في وسط الناس اللي عينيها ما تتهزش اللي بحق تتبنى شخصيتها وتولي عندها ثقه في روحها وتعرف شنو تحكي ومعناتها بالحق حياتها تبدل العبيد اللي عنده برشا فلوس لكن ما عندوش وقت يقول لك انا عندي فلوس ما نلقاش كيفاش نصرفها نتعلموا كيفاش بالحق معناتها هنا بالماركتينغ ريلاسيونيل معناتها بالحق تبدل حياتك اي لي زيكزامبل معناتها ما يوفاوش ما يوفاوش جست باش نختموا الفقره نتاعك ريم الناس اللي يحبوا جوستمون يدخلوا شنو يقول لك انا شنو مربوحي من الاول خلينا جست خلينا نفسر لهم الدخله الاولانيه شنو فيها بالضبط هاني قلت لك هنا ما نجموش نقولوا شنو مربوحي من الاول كل واحد والاوبجيكتيف نتاعو فهمت ينجم انا يقول لك انا جاي نحب نربح فلوس بالضبط تعمل بلانيفيكاسيون كيفاش تربح هالفلوس وانتوما تنصحوا وتوجهوا هذا المهم هذا المهم في الشركه التونسيه اليوم انه لو بروبريتير والا الناس اللي يمثلوا الشركه موجودين معاك ما همش ا ديستانس ما همش كيما دي سوسيتي اخرين اللي هما يبداو انترناسيونال ممكن موجودين في تونس هنا الشركه التونسيه دونك منكم ليها موجودين لو سيج موجود في دار شعبان وفما اجنس في تونس واجنس في صفاقس معناها قريبه للناس الكل نجموا يمشوا يستفسروا زيدا وثم حاجه مهمه برشا شفت احنا في الميتي نتاعنا شوف جو دي بيان ان ميتي فهمت على خاطر يلزمك تمن اللي هي خدمه انه توا قاعدين ان شاء الله ثم ان بروجي قاعد يحضر توت ان سونتر دو فورماسيون ام ال ام تريننج اكاديمي اون فا ميزي سور لا فورماسيون وان شاء الله حظ موفق للناس الكل لي زارفيا اي لي فيتور ارفيا يعطيك الصحه مدام ريم خضرابي لا ديريكتريس كوميرسيال دو لا مارك ارفيا احنا باش نعملوا بيتي باز وباش نعاودوا من بعد نرجعوا باش نشوفوا حكايه النجاح المدام سونيا الوسليتي كيفاش بطلت خدمتها وكانت استاذه اولى في وزاره التربيه والتعليم ودالي جنان اللي مازال قاعد يخدم في البي اف ام تاعو واليوم نلقاوه مانجر سفير وهي زاده مانجر سفير شنو هي الحكايه نتاع النجاح نتاعهم خليكم تابعينا بعد شويه في اللايف على غاديو مات